أحد أهم شركائنا في التنمية، إن بالفعل المشروع ده ليه بعد اجتماعي، وأساساً فترة تنفيذ هذا المشروع هتوفر وظائف، هندي أولوية لشباب المحافظات اللي هي هتستفيد من هذا المشروع، وليه بعد بيئي وصحي مهم جداً. وبالفعل إحنا حتى يعني أنا لسه بفتكر الجلسة لما دولة رئيس الوزراء على برنامج الحكومة في البرلمان، كان من أكثر الحاجات اللي نادى بيها النواب وكان هذا المصرف، لأنه بالفعل أثر هذه المنطقة زي ما معالي الوزير الرأي أشار إنها كانت ليها للأسف هذا المصرف كان ليها أبعاد يعني سيئة على صحة المواطنين في هذه المحافظات، فالتحرك فيه هيبقى بعد مهم جدا بيئي وصحي للمواطنين. بالفعل زي ما أشارت زميلة وشكرا في التنمية، ده هيساند كده بالإجمالي يعني أكتر من 6 مليون مواطن مصري، وإن شاء الله زي دكتور مصطفى قدوري أكد اليوم إن إحنا في يعني ده إن إحنا نتحرك سريعا في تنفيذ هذا المشروع عشان نبتدي نشوف نتائج البرنامج على أرض الواقع والمواطنين يستفيدوا من هذا التمويل. بحب أشير إن إحنا دائما هذا المشروع بالشراكة مع عدد من الجهات، البنك الأوروبي عدد التعمير، بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، شركائنا للتنمية اللي هم حريصين إن هم يدعموا البنية الأساسية، وزي ما كل المؤشرات الدولية وكل التقارير والتقييم خلال هذا العام مصر كانت أخذت مرتبة مرتفعة على الإنجازات اللي تمت في البنية الأساسية ومشاريع قومية. وبالفعل شركائنا للتنمية فخورين إن هم يعني قدروا إن هم يدعموا ويساندوا هذه المشاريع القومية. شكرا لكم. احنا متواجدين لو في أي أسئلة من الصحفيين. احنا يعني هل في معدل زمني يا دكتورة؟